انا عايز ان انا اقرا الجورنال بقى شويه، انا بقالي كتير جدا ما قريتوش. طيب ماشي حبيبي، اعمل اللي انت عايزه، اقرا جورنال، اعمل اللي انت عايزه. الله، طعم القهوه حلو قوي. انا بحبها جدا جدا جدا. نفسي اشرب فيها على طول. ماما بابا صباح الخير، يا ترى راح نصيف بقى فين السنه دي؟ انا عايز ان اسافر حتت كتيره جدا جدا جدا، مش عارف الصراحه اسافر فين. هلم بقى حاجتي كلها عشان اعرف ان انا صيف، واخد معايا اللابتوب احطه معايا في الشنطه والعب ماينكرافت. ايه ده جوليان، انت بتعمل ايه؟ ابدا يا اما انا بحضر الشنطه بتاعتي عشان نروح نصيف. ايه ده بجد، هنروح نصيف فين؟ ماما بابا ما قاليش، انا هنزل بقى اسالهم تعالى هنروح نصيف فين. الله، انا مبسوطه جدا ان احنا نروح نصيف. طيب ما قلتليش مارتا نعرف المشكله بتاعتنا احنا ما بقاش معانا فلوس. بصي، احنا ممكن ناخدهم ونروح نصيف في كامب. ماما بابا احنا هنصيف فين؟ جينا قال لي ان احنا هنصيف، يا ترى احنا هنصيف فين؟ قولولي 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 بسرعه. ابدا يا اما احنا لسه ما اتفقناش، بس احنا بنفكر يعني هنروح اماكن بقى كتير هتعجبك قوي. ايه ده، طب قولولي بقى عشان الحق اقعد بالشنطه بتاعتي. طيب ماشي، حاضر يا حبيبتي، اول لما نستقر هقولك على طول. اوكي، بس احنا هنروح كامب، يعني مش هنروح نصيف. ايه ده، يعني ايه نروح كامب؟ يعني هنروح حاجه زي معسكر كده في الصحراء. اوه، انا خلاص وضعت الشنطه بتاعتي ومستعد جدا ان انا اروح اصيف. يا ترى بقى نصيف فين؟ نصيف فين؟ على فكره احنا مش هنصيف في مصيف، احنا نروح نصيف في كامبينج. ايه ده، الله، انا بحب جدا الكامبينج ده، احلى بكتير حتى من التصيف، ده فيه مغامرات كتيره جدا. الله، شفتي بيكاتبين اخبار كتيره جدا السنه دي، ده في حاجات كتير قوي هتحصل. يو، التليفون بيرن، يا ترى مين؟ الو، ايوه انا كلاوديا. بقول لك ايه، لو اختك ما تقولهاش تيجي البيت هنا لمده 20 سنه. ايوه انا كلاوديا. ايه ده، انتي جايه انتي ومايك؟ طيب خلاص ماشي، وكنا مستنياكوا تنورونا. اكيد اكيد. يو، لا ما تقوليش بقى، ما تقوليش. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بصي يا حبيبتي، انا جايه بقى عشان انقذك من اللي انت فيه. انا جبتلك هنا معايا مهندسه الديكور الفظيعه، تعرف ان هي ظبطت لك البيت بتاعك. كلك يا نهاري، انت جايبه مهندسه ديكور؟ نقول لها ازاي اصلا احنا معناش فلوس نصيف؟ ما تقولهاش حاجه، خليها تخلص وتمشي على طول. طيب تعالي اتفضلي اوريكي البيت بقى كله. يا نهار، يا تيجي بقى طبعا تقعد تفلي البيت وتقولي نطلع فوق وننزل تحت، هيبقى الموضوع وحش قوي قوي قوي. ايه ده، ده البيت شكله محتاج شغل كتير جدا. يا ريت بقى تساعدينا وتقولي لنا محتاج شغل ايه، والفلوس كلها عليا انا. اوكي طيب ماشي، اوكي ما فيش مشكله خالص. انت عارفه انت حبيبتي وصاحبتي، هوفرلك في الفلوس. ايه الفيلا الفظيعه دي كبيره قوي، بس دي محتاجه شغل كتير. ايه ده، المطبخ ده، يا لهوي، ده ناقص له معدات كتيرة قوي، بتاع 8000 جنيه كده. وهنا الليفينج، يا نهاري، لا، ده محتاج شغل كتير قوي. وايه التلفزيون المقاس واحدة؟ لا احنا محتاجين كده تلفزيون 50 بوصة، ممكن نشتريه في التخفيض من كارفور. ايه ده، إيه هي مش طريقة كلامها لوكال شوية؟ يا عم انتي بتفهم جدا في الديكور، مالكش انت دعوة. وهنا ايه ده، لا مش قادرة اصدق، ايه الذوق البلدي ده بلدي قوي. ايه الكنبة البرتقاني دي، اتفرجوا فيها على التلفزيون؟ لا برضو ناقص لها شغل، بتاع 800 جنيه كده. ايه ده، ايه يا مارتن اللي انا بسمعه ده؟ معلش تركزيش يا حبيبتي. واو، هنروح نعمل كامبينج، مش قادر. ايوه هنروح نعمل كامبينج ونحضر بقى كل حاجة. بس دي طريقة كلامها وحشة أوي. ملناش دعوة، ملناش دعوة، هي خلاص وتمشي على طول. طيب ماشي، اوكي تعالوا بقى يا اختي نطلع الدور اللي فوق عشان نشوف بقية الشغل. لا، ايه ده، ده عاملينه ستايل مودرن، الحمام مفتوح على بعضه كله، العلة اللي ما بتتكسفش دي. لا، الحمام هيكلف كتير قوي، احنا نهج ونبدي من اول وجديد. لا بصوا، او احسن نشتري بيت جديد. ايه ده، نشتري بيت جديد؟ ايه، احنا بنقولك انت يعني تعملوا له ديكور تاني، مش ان انت تبيعيه خالص. اعمل لكم ايه، ما البيت محتاج شغل كتير.
يا نهاري انا اسفه جدا يا كلاوديا، الظاهر ان هي مش عايزه تشتغل، جايه تقول لي هنا محتاج شغل وهنا محتاج شغل، كل حاجه شغل شغل شغل، مش عارفه في ايه، هنضطر ان احنا نستلف فلوس بقى. لا لا لا، بص ولا نستلف فلوس ولا حاجه، انا البيت بتاعنا عجبنا كده. ماما بابا انا عماله ادور لكم على المعسكر هو عشان نسافر. بس يا جوليا مش وقتك بقى دلوقتي خالص. بابا انا كنت محتاج شنطه وكنت محتاج مصاريف المدرسه. طيب حاضر يا حبيبي، سلم بس على طنط وبعد كده نبقى نمشي على طول. اوكي ماشي يا بابا ماشي، هنشتري الحاجات دي كلها. شفتي مش قلتلك محتاجه ان هي تظبط البيت كله؟ ولو انت عايزه انا ممكن اسلفك فلوس. انا مش عايزه منك فلوس اصلا. يوه بجد يا مرسل، خلاص انا تعبت من اختي دي، مش ممكن بتعمل فيا مواقف ومواقف كبيره جدا، مش عارفه اعمل فيها ايه. خلاص خلاص هي ماشيه، هي ما تقلقيش. ماما بابا انا حضرت الشنطه للكامبينج. يا جوليا مش وقتك بقى انت دلوقتي، استنى لحد ما الموضوع ايه نظبطه بعد كده تبقى تتكلم. الو ايوه، احنا كنا حاجزين معسكر عائلات الطيور. تمام كله جاهز خلاص، اوكي احنا هنجيلك على طول. شفتي يا زادين، ظبطتلك المعسكر اهو، هنروح بقى نسافر هناك وننسى اختك وننسى كل مشاكل البيت. الله بجد يا مارتن ده خبر حلو جدا، انت فرحتني قوي قوي، نرجع زي ايام الهانيمون. ايه ده، هو ده كامبينج؟ ايوه هو ده كامبينج، احنا جايين كمان معاك. وشفت احنا جبنا البيت تجديد، احنا بقينا فقراء قوي. ما تقلقيش بقى يا حبيبتي، خلاص احنا قربنا ان احنا نشتري بيت تاني. بس يا جيل ما ترخمش عليهم خالص. يا بابا انا رخمت عليهم ولا كنت جنبهم؟ هم قاعدين في حالهم وانا قاعد في حالي، بس البيت بتاعهم شكله الصراحه يضحك قوي، قعدوا يتنكوا علينا في الاخر. بص معاهم ايه، ها 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 ها. جوليا انا عيب كده، ما حدش يتريق على مشاكل حد، انت ما تعرفش من بكره ممكن تكون معاك فلوس بعد ما تكونش معاكش فلوس. خلاص بقى يا ما تعيطيش بقى، الله انا كل شويه اجيب لك في حاجه اجدد واجدد. خلاص طيب، المهم ان انتوا، لا لا الموضوع محرج جدا، انا مش قادره اصدق نفسي ان احنا قاعدين في العربية الصغنونة دي. اعمل لها ايه بقى دلوقتي؟ عايز اقول لها ان دي فترة مؤقتة لحد ما فلوسنا ترجع، لكن هي ما فيش، على طول منهارة وعمالة بتعيط. خلاص يا عمتي ما تزعليش بقى، ممكن ان احنا نسلفك فلوس. اسكت يا جوليا، معناش فلوس. لا لا بابا ممكن يديكي فلوس، ايه رأيك؟ بجد يا مارتن، الله دي حاجة حلوة جدا منك. فعلا هتبقى حاجة تحفة يا بابا لو انت اديتهم فلوس. راحت فلوس المصيف. شفتي يا أما بابا طيب ازاي، مش هزفان خالص المصيف.